عندي لائحة تتضمن بعض الموظفين والأطر ديال نظارة الأوقاف ومندوبية الأوقاف الجديدة، يمتلكونهم وأبناؤهم وأسهارهم وإخوانهم ممتلكات ديال الأوقاف، ورثوها خاضوها. الدار المخيرة والرياض المخيرة ما تكفيش. هذا اتهام خطير. حول عندي بالدليل. عندي بالدليل هذا. بالدليل. وأنا معناه من هذا الاتهام كامل. ياك هما اللي شادين البلاد وحاضرين البلاد، أنا كنطلب من الوزير ديال الأوقاف ياخذ البطاقة أرقام البطاقات الوطنية ديال الموظفين عنده، ويدير بحال القرعة ويهز رقم جوج ديال البطاقة الوطنية ويقوم بعملية تنقيط، لما طلعش ليه بأن هذا الموظف السامي أو الإطار السامي بأنه يمتلك جوج الأملاك ما فوق ديال الأوقاف، ها النيابة العامة موجودة، يتقدم شكاية ضدي، وأنا بالتالي أطلب بأقصى العقوبات على نفسي بأنني أفشيت بهاد الناس وكذبت عليهم. أتحدى هاد الوزير اللي يبارك مع راساته أنو تخدم وتحضي الأملاك ديال المسلمين اللي نتايا مؤمن عليها، وكنطلب منك تقوم بواحد الخدمة هي أنك تقوم بواحد الإحصاء شامل كما قلت منذ قليل وعام، وتقوم بعملية تحفيظ. برك أنتم وزارة مع وزارة، راكم عندكم مسطرة سهلة ديال التحفيظ، ماشي بحال المواطنين اللي يكون الله في عونهم. سي عبد الجبار، ومن الصباح وانا كنسمع فيك، ها العمالة، ها الوزارة ديال الأوقاف، ها النظارة ديال الأوقاف، ها الوكالة الحضارية، وما محل المجلس ولا الجماعة ديال الزمور من الإعراب في هادشي، مع العلم أن داكشي طاري فوق الأرض ديالها والساكنة ديال الزمور. يعني ملي طلع هاد المجلس هذا اللي كيقولوا عليه الناس كاملين مجلس ديال التغيير، مجلس شاب، مجلس عنده طموحات، غادي يدير غادي يدير غادي يدير، ايوا ها نقطة، ما واش ما تدخلش هاد المجلس ولا ما هضرتوش معاه كاع، ما تسوقتوش؟ للأسف هاد المجلس اللي كنا ننتظر منه أن يكون فعلا مجلس ديال التغيير، ونتمنى له التوفيق، ونتمنى له أن يكون كما ظنته الساكنة وكما ظننناه نحن، إلا أنني قد راسلت رئيس بدر الدين نور البيت، راسلته في موضوع الأجنبية فرنسوا، اللي كانت هي بدورها هي احتلت واحد الممر عمومي في المدينة العتيقة بمدينة أزمور، وقامت عليه بناية، وواحد مجموعة ديال الوثائق مزورة، والناس متورطة الآن في القضاء، وهي هما اللي باعوا لي هذا الممر، ورسلته، وقمت بتذكير، وللأسف هذا المجلس لم يحرك ساكنا، بل اكتفى أحد المستشارين باللقاء معي حين التقيت به، وأخبرني أنه قام بمسطرة التعرض، وقال لي قد أجبرنا هذه الأجنبية على التوقيع على إشهاد على أن مسلك المياه ديال السائل بأنه راه لازم تحضرها، وراه نهار يتفرقع بأن المجلس غير 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 مسؤول، وقالوا بالفعل قد كتبت إشهاد على نفسها بهذا الشرط، الله داروا هذه المسألة اللي داروها، وقد راسلتهم مرة ثانية وأخبرتهم أن موضوع الشكاية ديال الممر ديال فرنسوا هاد الأجنبية راه خاصكم تخلصوا إجراءات ومصاريف التحفيظ، وأظن هاد الوليدات ما عندهمش خبرة، فما مش نقول لك، وبالتالي ما عندي ما نقول، فاقد شيء لا يعطيه، ما نتظروش منهم أنهم يقوموا بحماية الملاعب أو ممتلكة العالم. وسيدي غانم دابا هاوي انا غنقوم الان، انا راسلتهم ولم يحركوا ساكنا في الموضوع،
ودابا انا حسب اللي بان لي دابا بحال راه سيدي غانم ناض من القبر واقيلا وكتب البيع على الناس هادو اللي باركين خدامين كيجزقوا في هذا الارض تماما، وعاود رجع للقبر وكيقول لهم مادام ما كاينش ولادي اللي غيحميوني انا غنبيع هادشي هذا والناس مرتاح. هادشي اللي ضحكنا فيه انا وياك في الكواليس فعلا، هادشي لان الموتى كتنوض كتكتب مع الناس كما ترى راه كاينين متورطين فيهم موتى كاتبين. ولكن ما تنساش على اللعنه ديالهم، اللعنه ديال الموتى راه كتبع الناهبين المال العام وكتسلط بحال الطيشه ليهم. نتمنوا من الله ان هادشي يتوضع ليه حد، لانه فعلا ما في العقار ظاهره اللي هي خاضت واحد المسار خطير في اقليم جديده لدرجه انها ولات معروفه بعاصمه ما في العقار. سي فطيش شكرا لك. بدوري اشكرك.